كانت السيدة شيماء تتكبد عناء السفر يوماً بعد يوم لمحافظة الدقهلية، حيث تقوم ابنتها ملك بالغسيل الكلوي يوماً بعد يوم، إلى أن جاءت منظومة التأمين الصحي لترفع عنها وعن طفلتها عناء السفر، ويكون هناك أول قسم للغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى النصر التخصصي التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل. أنا اسمي شيماء محمد فتوح، والدة الطفلة ملك سعيد، بتيجي هنا يوم بعد يوم علشان تاخد جائزة الغسيل بتاعتها، وبحب أشكر التأمين الشامل عشان هو وفر لنا الغسيل هنا. بعد مشقة السفر كنا بنسافر المنصورة يوم بعد يوم، وريحنا طبعا من مشوار بتاع السفر والمجهود بتاع الطفلة اللي كانت بتتعب مننا يوم بعد يوم، فهو هنا التأمين حرام وفر لنا الغسيل ووفر لنا العلاج وكل حاجة هنا كويسة والحمد لله. مامتهم هنا حلوة، وما جينا بيلعبوني شوية عشان أحس الجلسة حلوة معايا، وبعدين نفسي أطلع مريضة زيهم. مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، الحاصل على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لمدة 3 سنوات، لتكون أول مستشفى حكومي حاصل على درجة الاعتماد القومي المعترف به على المستوى الدولي. طبعا مستشفى النصر التخصصي يا طول عمرها كانت معروفه انها اطفال، لكن طبعا اختلف تماما مجال الخدمه بتاع مستشفى النصر زي ما اختلف مجال الخدمه الصحيه في بورسعيد، ويمكن في اماكن كتيره انضمت للتامين الصحي الشامل. انه دلوقتي بقى في خدمات متخصصه ما كانتش موجوده خالص قبل كده، على سبيل المثال مستشفى النصر بتادي خدمات لم تكن في الخدمه الصحيه قبل كده ولا على الخريطه الصحيه قبل كده، دلوقتي انضمت لنا تخصصات كانت مش موجوده خالص زي مثلا جراحات القلب المفتوح للكبار والاطفال، قسطره القلب وامراض القلب للكبار والاطفال، الغسيل الكلوي للاطفال وده ما كانش موجود في بورسعيد بس فيه كبار، الاورام علاج الاورام زي المكان اللي احنا فيه حاليا مكان اعطاء علاج الاورام الكيماوي للاطفال، وجراحات الاورام، جراحات العظام للاطفال، جراحه الاطفال، الخدمات زي القسطره المخيه، الخدمات زي العنايات بقى اللي هي بتخدم هذه التخصصات زي العنايه المركزه لامراض القلب الكبار والاطفال، حتى الحضانات ممكن تخدم احيانا هذا زي مستشفى النصر في حضانة لما بعد العمليات. النظام كمان التعامل مع المرضى دلوقتي بيتم بنظام الإحالة في المراكز الصحية والوحدات دي اللي بيبقى فيها الطبيب تخصص أو طب الأسرة بيشوف الحالة إذا كانت تتعالج في المكان اللي هو فيه بتتعالج مكان هو فيه بالصرف للعلاج بدون حدود للعلاج ولا قيمته المادية، يعني المريض بالضبط زي ما بتعالج في الخاص بتعالج في الوحدات بياخد نفس العلاج بنفس المستوى أيا كانت تكلفته. تم إنشائها منذ عام، وكان بغرض استيعاب الأطفال اللي كانت من محافظة بورسعيد وبتضطر للسفر أسبوعيا 3 أيام في الأسبوع عشان تقوم يعني عمل الغسيل الكلوي خارج المحافظة، فما كانش غير المقبول إن يبقى عندنا تأمين صحي شامل وفي أطفال بتسافر بالمعدل ده أسبوعيا إنها تقوم بعملية الغسيل الكلوي خارج المحافظة. وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل إنه طبقاً لهذا الاعتماد تكون مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد أول مستشفى في مصر من القطاعين الحكومي والخاص تجتاز المعايير القومية لجودة الخدمات الصحية ويتم اعتمادها من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية طبقاً للنسخة المحدثة والمعتمدة دولياً.